يسلط مهرجان أزهار الأوركيد في حدائق كيو الملكية للنبات في جنوب غربي لندن الضوء على كوستاريكا، البلد الواقع في أمريكا الوسطى والمعروف بجهوده للحفاظ على البيئة. كوستاريكا مهمة جدا لجميع أنواع النباتات، لديها عدد كبير جدا، ما يساوي 6% من أنواع النباتات في العالم توجد في كوستاريكا، وهي دولة صغيرة. أظن أنها تضم 0.3% من حجم الغطاء الأرضي للكوكب. إنها غنية جدا بالأنواع، والمثير للإعجاب الآن هو أنها محمية بشكل جيد وتستفيد من طبيعتها بشكل مستدام للغاية، وأظن كذلك أنه أول اقتصاد محايد كربونيا في العالم. وإضافة إلى ما يزيد عن 5000 زهرة، يفرض المهرجان الذي يستمر حتى 6 آذار مارس في بيوت زجاجية بنيت باعتماد معايير الطقس الاستوائي مساحة للحيوانات في كوستاريكا من خلال وضع منحوتات تظهر عددا من الحيوانات من بينها السلاحف بين الأزهار المعروضة. من خلال البيوت الزجاجية حاولنا عرض أكبر عدد ممكن من الألوان لنقل الزائرين إلى عالم الأزهار الجميل في كوستاريكا وفي الكاريبي، ولجعل المكان جميلا ورائعا. ويسعى المهرجان إلى تثقيف الزوار من خلال تقديم شروحات عن الأوركيد واستخدامها في المناسبات المختلفة في كوستاريكا التي تضم نحو 1600 من أنواعها.